تسع دول هي من حضرت اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة الليبية طرابلس، من بين الحضور وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ووزير الدولة القطري، فيما أرسلت باقية الدول ممثلين دبلوماسيين. أما الجامعة العربية فغابت أمانتها العامة، مشترطة موافقة 14 دولة عربية حتى يحضر الأمين العام، شرط أثار استغراب المضيفين. استغربنا ابتداع أمانة الجامعة شرطا غير موجود في الميثاق واللوائح وغير مسبوق، بأن تؤكد أن هناك 14 دولة لابد أن تكتب حضورها كتابيا، مما وضع الكثير من الدول في إحراج الاصطفاف، وبذلك تكون الجامعة قد أقحمت نفسها في الانحياز الواضح لإحدى الدول. الاجتماع بحث القضايا العربية المشتركة، وعلى رأسها حق ليبيا في ترأس الجامعة، وهو ما ترفضه دول عربية تشكك في شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة دبيبة التي تستضيف الاجتماعات. في طرابلس اليوم كانت الرسالة واضحة، كان حرص الحكومة على هذه الرسالة واضحا بإصرارها على عقد الاجتماع رغم ربما بعض الظروف التي لم تجعل ذلك أمرا انسيابيا، لكنه حدث في نهاية الأمر وعقد الاجتماع وحضر عدد من الوفود العربية. يوضح انقسام الدول العربية حول حضور الاجتماع من عدمه موقفها السياسي من النزاع على السلطة في طرابلس، فرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشآغا أعرب عن شكره للدول العربية التي غابت عن الاجتماع، واعتبر غيابها رسالة واضحة في رفض شرعية استمرار حكومة دبيبة. غياب أمانة جامعة الدول العربية وبعض الدول عن هذا الاجتماع كان له الأثر السلبي، ولكن إقامة مثل هذه الاجتماعات في طرابلس يعد نجاحا أمنيا للحكومة هنا حسب وجهة نظر البعض. منير الأشهب، طرابلس العربية.